يلا انا مريت من هون مريت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس تبعت لي إضافة. يلا دقيقة. الله يعافيكم يا رب. بعتت؟ يلا أصالة شوي تكون معنا إن شاء الله. عملوا شير للبس، عملوا شير للبس. مساء الخير هشام وأصالة، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ طبعا أهلا وسهلا فيكم معنا على البث المباشر الخاص بفريق ملهم التطوعي. يعني أنا ما بعرف شو بدي أحكيك، طبعا كنت بتمنى أنه نلتقى بظروف أحسن من هيك بكثير، وكنت بتمنى أنه تطلعوا معنا بظروف أحسن من هيك بكثير، لأنه هيك القدر. أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك، يعطيكم ألف عافية. وأنا اللي بدي أقلكم يا أنا، يعني قبل ما نلتقى اليوم هيك على الهواء، ومن حسن حظي أني التقيكم هيك وشوف أتعرف بوجوهكم شخصيا. أنا سمعت عنكم من أشخاص كتير أنا بوثق فيهم، وبحب دائما أنه هنن يوجهوني للأماكن الصحيحة، وكان لي الحظ أني أنا يعني مش عارفة بدي أقولها، بس يعني اتبرع بجزء من حفلي لجمعيتكم قبل ما أتعرف عليكم. ولما قالت لي شام قلت لها أي طبعا، يعني كتير بنبسط كون معكم على الهواء وشجعكم، وقلكم أني يعني سعيدة أني كون سمعت عنكم، وبالتالي هيك وثقت فيكم وهلا عم بتعرف عليكم. فرصة جدا سعيدة. الله يبارك فيك يا رب. طبعا انا يعني باسمي وباسم كل اعضاء فريق منهم جدا 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 سعيد اني اسمع هذا الكلام منك، ومبادره كثير عظيمه، لانه نحن يعني ما بعرف، انا يمكن الصوره او المكان اللي نحن قاعدين فيه حاليا، يمكن الناس ما شايفين اللي انضموا على البث الجديد، انه نحن قاعدين خيمه بث مباشر لنا حوالي 4 ايام من امام الدمار اللي خلفه الزلزال مع الاسف. عم نحاول انه يعني نعمل شيء. كلنا تعرضنا لزلزال، كنت موجود انا هون بالمنطقه، معني انا سكان اسطنبول، لاني كنت موجود هون انا وزوجتي وابني، ويمكن كان هذا السبب انه شجعني اكثر اني انا وشباب الفريق اللي كنا عم نوزع بيوت، اصلا ننقل الناس من خيام لبيوت، وكان شيء كثير عظيم انه نهدم خيام ومخيمات. سبحان الله صار الزلزال، صارت الخيمه هلا حلم بالنسبه لكثير ناس مع الاسف. فهذا الشيء يعني يمكن بيعبر عن معاناة الشعب السوري. طبعا كل الشعب السوري بكل مكان بحاجة الكل، بحاجة انه نحن نوقف مع بعض اكثر من اي وقت مضى. فوجودك، انا اليوم لما خبروني الشباب، كنت عم زور طفل طلع من تحت الانقاض، لما خبروني الشباب قلت الحمد لله انه يعني أصالة بالذات راح تطلع معنا، لانه كثير شيء عظيم وكثير بيعني نفسيا لكثير ناس. حبيبي انت، نحن يعني مثل ما انت قلت، نحن هيك بظرف هو بيتسمى هيك حدث بيمرق يمكن مره بهذا الزمن، واللي كنت بدي هيك اقوله من خلالكم انه كل حدا فينا يعني بيقدم مساعداته بطريقته. في ناس بتقدر تروح تشيل تراب، في ناس لازم تدفع فلوس للناس تشيل هالتراب، في ناس لازم تكون قوية، وشكل قوتها له علاقة بمظهرها، مثلي أنا، مثل مهنتي.
لحتى كفي فيها ولا اقدر ساعد، وضلني فاتحة البيوت اللي انا فاتحتها لسنين طويلة. لازم يكون شكل مساعدتي اخذ اهتمام بشكلي، فهاد شيء مش بايدي، هذا هو شغلي اللي انا بحبه وبحترمه، ومنه بقدر اني ساعد بكل المجالات وبكذا طريقة من خلال هذا الشغل اللي أنا بعتبره هو شكل من أشكال النضال، مثل بيشبه الشغل اللي أنتم بتشتغلوه اليوم على الأرض. كل حدا فينا بيقدم مساعدته بالطريقة اللي بيلاقيها مناسبة، وبالشكل ضميره كمان بيساعده عليه. فيعني أنا اليوم إذا أنت مش قادر تروح يمكن تحفر بإيدك، بس أنت فيك تشتري الفاس هاد وهالأدوات لهالشاب يلي بده يحفر، فأنت ساهمت. وبالتالي إذا أنا بعثت لك الفلوس لحتى تشتري تعطيه لهالشاب حق الفاس، يعني أنا كمان ساهمت معك. كل حدا بطريقته، كل حدا كيف بيقدر يقدم مساعدته بأي شكل. امبارح في شخص امبارح او فنان يعني بوقت قياسي راح عمل غنية اسمها قادرون، على اسم صندوق قادرون لإعادة اعمار ما دمره الزلزال. عمل غنية كاملة وموزعة وملحنة فهو بيقول انه انا هذا الشيء اللي انا بفهم فيه، هذا الشيء اللي انا فيني اقدمه، انا فنان فعملت هذا الشيء. فهي القوة الناعمة اللي عن جد نحن بحاجتها، بحاجة كل مين بتخصصه، اي شخص اي شخص وين ما كان. في كمان من شوي بلبس ابن حتوته شاب رحاله، هو كان بالمغرب، ترك هو اردني، ترك المغرب رحلته هناك واجا قال فيكم تحطوا لي اسمي على المعبر بس ادخل على سوريا انقل الحاله. كمان هو انه يعني من خلال منصته اللي هو عامله واللي فيها ملايين المتابعين، كمان حابب يعني يوصل الصوره. طبعا الشيء كثير كبير، شيء كثير انا دائما بوصف الحاله بطريقة بقول إنه منطقة منكوبة من 10 سنوات أو مدن منكوبة من 10 سنوات حصل فيها زلزال أثناء عاصفة ثلجية، أثناء عاصفة ثلجية الساعة 4:30 بالوقت اللي كان فيه كل الناس تحت أسقف، ما كان في حدا بطرقات، فبالتالي ما ضاعف أعداد الناس اللي للأسف استشهدوا من نتيجة الزلزال. يعني من جنديرس لسلقين لحارم اللي نحن فيها حاليا لمدينتي جبلة واللاذقية، كل المدن، حتى الناس اللي موجودين بأنطاكيا السوريين والأتراك اللي الله يرحمهم ويصبر محبينهم، أكثر من 6000 شخص للأسف سوري، وأكثر من 36 أو 40 ألف شخص تركي كمان، هدول بس بتركيا، عدا عن الأشخاص اللي بسوريا كمان حوالي أكثر من 3000 شخص، إحصائية لسه ما انتهت. فكلهم يعني أشخاص لهم قصص، عندهم تفاصيل، في قصص نحن سمعناها هون أو شفناها أثناء وجودنا، ما شفناها لا بتاريخ، لا سمعناها بتاريخ، ولا سمعناها بأفلام وثائقية قديمة، ولا سمعناها بأفلام خيالية، ولا حتى يعني ما ممكن حد يتخيل إنه تصير وصارت معنا للأسف بهالفترة هيدي. فبدي منك أول شيء كلمة للأشخاص اللي فقدوا، الأشخاص اللي راحوا، الأطفال اللي لساتهم على قيد الحياة بسبب المشافي، يعني هيك تكون منك أمل لإلهم، على أمل يعني. تعرف في حوادث بتخلينا نكون عاجزين عن التفكير حتى أو عن توجيه أي نصيحة، بس بكل الأحوال الحوادث الجلل تتوحد بأحزان معينة. بالنسبة إلي الزلزال اللي صار بحياتي لما كنت طفلة معلقة بشخص واحد يلي هو أبي، يلي هو يعني لما توفى بيشبه الزلزال اللي اليوم لما راح أب طفل محتاج أبوه. فاللي بدي أقول لك يا مرات يعني كلنا مرقنا بهالحدث الجلل، وكلنا لازم نقوى. يعني يا ريتني بقدر أقول ل يعني طفل طفل وشاب وصبية قل لهم قديش هي المحنة ممكن تكون تفجر يعني أجمل ما فينا، تفجر يعني حتى شخصية جديدة نحن عمرنا ما تخيلنا إنها تكون موجودة فينا. اليوم أنا وين ما بسافر وين ما بروح بكل بلاد العالم، أهم الأشخاص عم لاقيهم من الشباب اللي هيك ببداية حياتهم سوريين بأهم المراكز، بأمريكا شفتهم وبلندن شفتهم وبكل مكان سافرت له شفتهم، هدول الشباب السوري يلي طلع من هيك مثل ما بيقولوا من عمق الألم.
وهالألم هذا اللي صاير أكيد أكيد حيكون، يعني أكيد حيكون على الأطفال يلي فقدوا. إذا بدنا ناخذها نحن من الناحية الإيجابية، وفي حال كلنا يعني مسكنا إيد بعض وساعدناهم وتعاطفنا وما وقفنا وما تشككنا وحاولنا قدر الإمكان إنه نكون آدميين وما ندور على يعني على مسببات أو أسباب إنها تمنعنا من إنه نعطي، لأنه اليوم هدول الأطفال بحاجة إلنا كلنا نتساعد لحتى نقلل من ألمهم، لحتى نقلل من ألم هذا الفقد اللي هن حاسينه. أكيد مع الناس كلها إذا مسكت إيد بعض، أنا ما بقدر أقول لهم لهدول الأطفال شو ممكن يعملوا، لأنه هن ما عندهم استعداد يسمعوني. أنا بدي أقول لكل بني آدم عم يسمعنا ما يتشكك، يعني نحن اليوم فينا هيك يعني نتبع حدسنا، واليوم في حدث جلل حتى هو يفوق حتى موضوع حدسنا، فيعني نحن اليوم بمرحلة اضطرار، نحن مضطرين نتعاطف حتى إذا كنا بالأيام السابقة منفكر ومنتردد، لازم هلأ ما نتردد. الوضع كتير كتير مأساوي وصعب، بس مطلوب مننا من اللي قادر يكون قوي يبقى قوي. يعني ما في أوصف لك قديش التماسك أصعب بكتير من الانهيار، قديه فكرة إني أنا بدي أتماسك حتى قدام من إني انهار تجاه الأحداث المميتة، قديه هذا أصعب علي من إني انهار. اي أيوة والله طبعا. هلا نحن يعني انهرنا بفتره من الفترات او بلحظه من اللحظات، ما نوينا نطلق الحمله. انا شفت الناس عم بتموت قدامي، كان بحضني ابني يعني. مع الاسف الموضوع مو بالامر السهل اطلاقا. انا بعرف انه في ناس تزلزلت قلوبها وهي ما حضرت الزلزال، بعيده موجوده باوروبا او باي مناطق، يعني بكندا بامريكا بعيده كثير يعني، واشخاص موجودين ضمن الشرق الاوسط او حتى ما صار عندهم زلزال، لانه لهلا حاسين بالزلزال وحاسين باثره بشكل كثير كبير. فبالتالي يعني نحن نعرف انه الموضوع ما نو سهل ابدا، الموضوع ما نو شيء بسيط. الاطفال لازم نهتم فيهم، وحتى الاشخاص الكبار. انا بس بدي احكي شغله عن الامل او عن الناس اللي بالفعل حب تساعد. نحن فريق ملهم هو منظمة مستقلة بشكل كامل، هاي المنظمة أو الفريق التطوعي مرخص بأكثر من بلد حول العالم. قدرنا من وقت الزلزال لحد الآن نجمع من خلال التبرعات الفردية غير المسيسة، التبرعات الفردية من ناس إنسانيين 11 مليون و342 ألف دولار، 11 مليون و342 ألف دولار من أكثر من 200 ألف متبرع، 240 ألف شخص تبرعوا لفريق ملهم. طبعا في منظمات ثانيه كمان كثير ثقه بكل مناطق سوريا، ثقه واشخاص يعني شباب عم يحاولوا يزرعوا امل. طبعا الرقم هذا يعني انه فريق ملهم راح يعمر ان شاء الله خلال سنه 2268 بيت لحد اللحظه، 2268 بيت. نحن عم نحكي عن ست او سبع كمباوندات من شباب سوريين. طبعا انا ما كنت اتخيل بحياتي ان انا اتخرج كمهندس معماري اني اشتغل بالهندسه، انا كنت عم اشتغل بالاغاثه، فسبحان الله مع الوقت عم نشتغل هلا بتخصصنا. عمرنا اكثر من 1000 وحده سكنيه بحمله حتى اخر خيمه السنه الماضيه، وبالفعل حققنا هذا الهدف وعمرناهم، والناس هلا عم تسكنهم. وباللحظه اللي صار فيها الزلزال كنت انا جايب عيله من خيمه كان لها 6 سنين 6 سنين بخيمه، نقلتها على بيت. كنت انا ساكن بقريه ملهم وقت صار الزلزال، انا وزوجتي وابني. نزلت مثل المجنون على الحديقه على مكان ما في سقف، شفت العيلة نفسها اللي نقلتها من خيمة بنفس اليوم، والله من الدير. قلت لها أنا آسف إني نقلتك من خيمة، والله العظيم. قلت لها أنا آسف يا خالي. قالت لي لا ولا يهمك يا خالي، شو ذنبك أنت؟ أنا كنت أفكر إني إنه نحن عم نخلص الناس من نخلص عم نجيبهم على الأمان، فجأة صار الحياة والسقف غير آمن إطلاقا. يعني نحن مخنا مو بيتحمل، والله العظيم. يعني في لحظات بيفقد فيها الواحد صبره، بيفقد عقله بشكل كامل. فالمعاناة كبيرة والألم كبير، والناس ممكن تيأس وممكن تقول إن شاء الله خلاص. إن شاء الله الأمل دائما موجود، وطالما في ناس مثلكم ملهم أكيد. تحكي أنا آسف. سوري، أنا كتير كتير اتاخذت الصراحة، لأنه شيء كتير بحزن. صح، إي والله شيء كثير بحب أسمع هيك. تفضل، أنا بدي إياكي تحكي والله.
أنا معلش أنا كثير آسفة، حاولت إنه أقول لهم يعني يستنوا علي شوي، بس أنا لازم أنزل الاستوديو، هذا موعدي. سوري معلش، كثير انبسطت إني كنت هيك قدرت لكم هاي. الله يوفقكم دائما حبايبي أنتو، ونطمن عليكم هيك ونحن بالمشوار سوا. الله معكم. شكرا كثير ملهم. أنا اسمي عاطف بس ناديني ملهم، معلش. أنا آسفة. بس انا بما انك ما حكيت كثير بدي اياكي تحكي شو اللي خلاكي تطلعي، شو اللي شجعك. يعني ما بصير هيك تطلعي معنا. من قريب تواصلت معكم من كم يوم، كنت حابه انه اتواصل معك دايركتلي لانه انا حابه اتبرع عن طريق عيادتي هاي الشهر. بدي اتبرع 10% من كل ايرادي لكم، فكنت حابه انه اتواصل معكم لحتى نظبط الموضوع من مصر لكم. فان شاء الله هلا حنظبطها طالما احنا او هاي الفكره قد تعتقدين انه موضوع عادي، بس هذا الشيء بشجع كثير ناس غيرك عندهم شركات او فاتحين عيادات او اي شيء انه يعملوا صدقه جاريه حتى لو كانت دائمه او مؤقته خلال شهر او شهرين او ثلاثه، انه يتبرعوا بجزء من دخلهم كرمال الناس، لانه هاي الثمن اللي اندفع كثير كبير. طبعا فبالتالي اي شخص قادر انه يخصص جزء او شيء معين، حتى لو هو يعني مو بس كان صدقة اعتيادية بيتبرع فيها كل سنة، لا المفروض نخسر شيء ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون هو الشيء اللي نملكه نحن ونحبه انه يكون معنا، فلازم نحن ننفق شيء منه كرمال الناس، لانه الناس، وحتى نشجع بعضنا. هلا في اشخاص مستحيل يتشجعوا، في اشخاص مثل ما حكيت والدتك انه بيشككوا او ما الى ذلك. نحن الفترة هلا ما لازم اطلاقا نسمع للتشكيك، لانه في كثير ناس بتفتن، في كثير ناس. أنا بدي أسألك سؤال، أنا كتير حابة أنزل معكم على الشام، أنا كتير حابة أنزلكم، بس يعني هذا الشيء حيتم يعني ما بظن يعني حيكون سهل، بس كتير حابة مترتب إن شاء الله إنك تنزلي على سوريا بإذن الله تعالى. طبعاً هذا الشيء كثير يعني بيساعد. طبعاً أنا بدي أحترم سوري أنا بحترم إنسانيتك كثير، وبحترم الشيء اللي عم تحكي. أنا شايف إنك أنت مبسوطة إنك عم تساعدي، فهذا الشيء كثير عظيم، كثير مهم انه نحن نشجع كل الناس اللي موجودين على اللايف، انه اي حدا قادر يقدم، حتى لو بكلمه، حتى لو بشير، حتى لو بدولار، حتى لو باي شيء. فانا فعلا بدي اتشكرك، انا شايف انه انت عندك همه كثير كبيره، شايف انه انت حدا كثير مبسوط، من اكثر الاشخاص اللي طلعوا على اللايف واعطونا همه. للامانه انت هلا اعطيتيني يعني دافع انه 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 عن جد نستمر، انه في كثير ناس بتحب تساعد. طبعا عدد الرقم اللي حكيته هو رقم كثير كبير. انا طبعا بدي اتشكرك يعني شكرا كبير لك لوالدتك، وانا جدا فخور انكم كنتوا معنا اليوم. هذا الشيء كثير عاطف، الله يبارك فيك، دافع لي ولكل الشباب المتطوعين والصبايا ولكل التيم. شكرا 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 كبيره، والله يبارك فيك يا رب ويبارك فيكم. ثانك يو، شوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. طيب بوست الاكس اللي فوق اوكي، نعمل ليف يمكن لازم. تمام. طبعا شيء كثير عظيم انه يعني ست اصاله تكون موجوده معنا هي وبنتها، شيء كثير مهم انه نحن نعرف انه اي انسان قادر يقدم، اي انسان من خلال منصته، من خلال اي شيء قادر يعمل اي شيء. فشكرا كثير لكم، كانت مداخله بتعنينا كثير، لانه الاشخاص اللي عندهم مواقف بطوليه، اللي عندهم مواقف مثل بهيك مواقف، هي شيء كثير عظيم راح يذكر التاريخ. طبعا صفحه ملهمتين.com عليها كل المعلومات، كل التفاصيل. فوت على موقع ملهمتين.com او صفحه ملهمتين على انستغرام، فريق ملهم تطوعي. اي شخص قادر يتبرع ولو بدولار، احنا مجهزين كل طرق التبرع، باي بال، سترايب، فيزا كارد، حساب بنكي، بطاقه بنكيه، بلا بلا بلا، كله موجود. دولار واحد يعمل فرق كثير كبير. وانا بدي اسكر البث هلا يعني كرمال نحفظ البث وينتشر بشكل كامل مع ست اصاله. طبعا احنا مكملين معكم.